مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي في شوط اول غابت عنه الاهداف فانتهى بالتعادل السلبي. ده اللي كناش عايزين نروح له. بالزبط. السيناريو كده بقول لك احنا بنقول مش عايزين يسرسبونا عشان يوصلوا اللي هم عايزينه، وخاصه في الشوط الثاني يعني. ولكن عايز اقول لك حاجه، انت اللي موجود في الملعب وانت اللي بتروح بالزبط. على الجول كل لعبه وهم بيتفرجوا عليك مستنيين الجول، يعني كل فرقه بتلعبها مستنياك انت تخلص المهمه. اهو بيزحموا معاك في ال 18 وبيعمل وبيطفشوا وبيأجلوا الكوره. هم الميزه الوحيده فيهم ان هم عندهم بعض الهدوء، يعني لما بتجي له الكوره مش متسربع زي الفرق الثانيه وبتطفش، ده بيدوروا على بعض وبيبصوا على بعض وبيحاولوا يعملوا هجمه متقنه يكون ليهم وجود معاك في المباراه وفي الناحيه الثانيه عندك. يعني انت الاسرع، انت المستحوذ، انت كل حاجه. انا عاجبني كام لعيب النهارده، حاله ديانج كويسه قوي بدنيا، يعني واللعيبه كلها بدنيا كويسين. حسين الشحات عنده مهام كتير قوي، ولكن اللمسه الاخيره هي اللي عندنا كلنا. اذا كان بالنسبه للكهرباء برضو حاول كم محاوله كويسه قوي، بيرستاو جاله هدف صريح يعمل تشيب بس من تحت كده، كره تروح نطه في الجول سهله جدا. فجالك اهداف وجالك فرص، جالك فرص بتلعب ومسيطر وعندك روح وعندك تركيز وعندك كل حاجه كل ده، ولكن التاتش الاخراني بالظبط، اللمسه الاخرانيه اللي هي بتوصلك لمرحله هتفكر بقى ها في قفشه يطلع وينزل امام عاشور، انما كان بهدف الميكانيزم بتاعك كان شغال كويس قوي. حتى قفشه بيروح على الجول وبيروح لغايه ال 18 ولعب كوره شاطها، لو كان ده لحسين الشحات بقى هو جول، لو شاطها في الزاويه الثانيه اكنها ضربه جزاء هدف. يعني اللعيبه كلها على واقفين على رجليهم، يعني اللعيبه كلها بتادي صحيح. ولكن مباراه زي دي انا بعتقد ان انا ممكن تخطف جول، اروح لاسلوب المجازفه اللي هو تغييره من ديفندرز بتاعه ونزود اربعه في نص ملعبنا وثلاثه قدام. ما عندكش حاجه، لازم تكسب النهارده لان الفريق اللي قدامك بيحاول يمتص الحماس بتاعك. قصدك تلعب 3 4 3؟ العب 3 4 3 وفي نفس الوقت ما انا لما الكوره بترجع عليا في عندي لعيب من نص الملعب يقدر يعوض لي القصه دي كلها. طيب كابتن اسامه، سريعا الشوط الاول كان النادي الاهلي هو فيه الافضل، ولكن لم تستمر الفرص بشكل جيد. في سرعه حركه في الفرقتين وخاصه من النادي الاهلي، وفي وصول للمرمى يعني في اربع فرص كان سهل نجيب واحده منهم. واحده الكهرباء الرامي عملها بالراس مشيت جنب العارضه، واحده من حسين الشحات عدى من الشمال كهرباء اتبرجلت في رجله كان سهل يحطها في الجون، انفراد لبيرسي تاو تماما حطها في ايد الحارس. حسين الشحات برضو في واحده تاني انفراد لكهرباء برضو حطها في ايد الحارس. ففي ثلاث اربع فرص هي اللمسه الاخيره مش موفقين فيها. بس كل الحذر لان فرقه شباب الوزاد بينقلوا كويس قوي في نص الملعب وعندهم سرعه صحيح، وجالهم ثلاث ضربات ثابته كان في اثنين فيهم خطيرين يعني كان ممكن يستغلوها. فناخد بالنا بس من الهجمات المرتده اللي علينا ان شاء الله. كابتن عادل، سريعا رؤيتك الفنيه لحد الشوط. يعني كلمتني يا كابتن قبل الماتش، قبل ما نبدا الماتش قلت لي السيناريو، قلت لك ان هيتاخر الاهداف لان هم بيعرفوا يقفلوا كويس قوي، وقلت لك ان هم بيروحوا للسيناريو الاصح اليوم. اذا اردت ان تحول المباراه وتكسب المباراه لازم يحصل تغيير ما بين الشوطين. اول حاجه لازم امام عاشور يبقى في الملعب حالا يعني، والتغيير انا مش مع تغيير قفشه مكان امام عاشور، انا مع تغيير ممكن مروان عطيه ويلعب ديانج جنبه قفشه، يعني احنا في الحته بتاعت الزياده العدديه بتاعتنا نبقى افضل. والحاجه الثانيه المهمه قوي، لازم يبقى عمرو السوليه ليه دور بعد ما بعد ديانج كمان. صحيح. كابتن بلال، الشوط الثاني وماذا سيحدث؟ الشوط الثاني يا كابتن انت محتاج تضغط اكتر، تكثف الضغط اكتر، محتاج تستغل الكرات العكسيه بشكل كبير جدا. هم عندهم عشوائيه في التمركز، عشوائيه واضحه جدا جدا، انت كل الكرات العكسيه انت واخدها، مطلوب استغلال الكرات العكسيه اللي انت اللي بتجيلك تشتغل عليها كويس، لان انت خلاص مره بتروح وبتتاخر في العرضيه، مره بتروح بتحاول ترقص، يعني انت اللعيبه واضح ان مش واضح هم عايزين ايه في اللمسه الاخير. مهم جدا استغلال الحته دي، مش عايزين الماتش يروح فينا مثلا للدقيقه 70 وانت لسه ما سجلتش هدف، مشكله هتقابلنا مشكله. هتاخد بالك في نقطه مهمه جدا في النهارده في الماتش، هم عندهم نص ملعب مميز جدا صح. جدا
تمام الثلاثه او الاربعه افضل خط عندهم بالظبط مميزين جدا جدا. لو اضطريت تروح لسيناريو انك تشيل مثلا ديانج وتنزل وتنزل السليه وتنزل امام عاشور خد بالك هيبقى عندك مشكله هيبقى عندك مشكله كبيره جدا في حته امتلاك الكره في نص ملعب وحته الضغط وخد بالك والتحول السريع. انت النهارده الى حد ما واقف على رجلك عشان بتلعب اتنين ميدفيلدر 6-2. طب ايه الحلول اللي على الدكه اللي ممكن يلجأ لها مستر كولر؟ خد بالك انت ماشي كويس مش ماشي وحش. انت استغلال الفرص هو ده المهم بالنسبه لك صحيح. مش التغييرات السريعه. يعني انا عايز استغل الفرص اللي بتتاح لي او اللي اتيحت 3-4 فرص كان ممكن تسجل بيهم هدف ما سجلتش اهداف. فانت المهم بالنسبه لك قبل ما تفكر انك تغير انك تسجل لما تجيلك فرصه ثانيه الشوط الاول. يعني لازم تضغط بشكل كويس عشان تقدر توصل انك تسجل اهداف. خد بالك برضو في نقطه مهمه جدا التصويب يا كابتن ايمن. مظبوط الحارس واضح انه ما بيروحش على ولا كوره من اول الجيم مفيش جنب العارضه صحيح تحت العارضه ما بيروحش ولا كوره ما بيحاولش. فمطلوب ان انت يبقى في تصويبات الشوط الثاني من بعيد حتى ممكن الكره ترتد ويبقى عندك فرصه للتهديف. فدي مطلوبه بشكل كبير جدا الشوط الثاني عشان يبقى لنا نصيب ونقدر نقول ان هو يفكر في كريم فؤاد شويه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني تحقيق الفوز.